السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم من جديد في قناة أكرم للمعلومات. فيديو ديال اليوم أشرح لكم طريقة إثبات ملكية الحساب البنكي بعدما عمرنا المعلومات ديال الحساب البنكي مع الأدسنس، باش كنتلقاو داك المبلغ اللي كيجينا في التطبيق ديالنا أو في الحساب البنكي ديالنا، باش كنعملوا إثبات ملكية الحساب البنكي مع حساب جوجل أدسنس. طريقة راه جد ساهلة. إذن أول خطوة كنعملوها بعد ما كندخلوا لجوجل، كنمشيو مباشرة كنكتبوا أدسنس، كنعملوا في هذا المكان تسجيل الدخول من أجل أدسنس، تسجيل الدخول من أجل أدسنس. إذن بعد ما كنعملوا الإثبات الملكية ديال حساب جوجل أدسنس بالبين الكود، بعد ما عملتو أرسلنا الأدسنس داك الحساب البنكي ديالنا، باش كيصيفطوا لنا داك المبلغ، باش كنأكدوا بأننا حنا هما أصحاب الحساب البنكي، باش كنتلقاو الدفعات. الدفعات من يوتيوب معلقة بسبب مشاكل في حسابك يجب إصلاحها. كنعملوا في هذا المكان اتخاذ إجراء. إذا بعد ما كنعملوا في هذا المكان اتخاذ إجراء، لاحظوا معي في هذه الرسالة شنو تعطينا. تمت مشاكل في حسابك الدفعات التابعة لك. بعد ما كنقر على هذا المكان هنا، أعطينا للحرص على تضمين دفعاتك في دورة الدفع التالية يرجى تقديم معلوماتك الضريبية، سيستغرق هذا الإجراء بضع دقائق. ثم لم تتمكن عملية إثبات الملكية المصرفي في 46، هذا هو الحساب المصرفي مثلا ديالكم، هنا كنعملوا إثبات الملكية الآن. إذا بعد ما كنعملوا إثبات الملكية الآن، كيبقى آخر شيء هو كنعملوا الضريبة. بعد ذلك بعد ما كنعملوا الضريبه، المعلومات الضريبيه، طبيعه الحال بعد ما كتوصل الاموال الفلوس ديالكم تقريبا بالمغرب 800 درهم، مباشره كدوز الارباح القناه ديالك على اليوتيوب. في حاله ما عمرتيش المعلومات الضريبيه وعملتي اثبات الملكيه بالبين كود وعملتي اثبات الملكيه بالحساب البنكي مع ادسنس، طبيعه الحال ما تدوز لكش داك الفلوس للحساب البنكي ديالك. اذا بعد ما حنا كيف ما قلت لكم وصلتنا داك الفلوس في الحساب ديال ادسنس في البنكة ديالنا، ضروري نعملوا إثبات الحساب المصرفي اللي توصلنا به. إذا بعد ما كنعملوا كندخلوا الإثبات الملكية الآن، هنا هذاك المبلغ، لاحظوا معايا هذاك المبلغ اللي توصلتوا به في التطبيق ديالكم على الحساب البنكي ديالكم، هذاك المبلغ كيكون الاسم ديالو، غتدخلوا التطبيق ديالكم ديال الحساب البنكي ديالكم، غتلقاو هذاك المبلغ مكتوب جوجل إيرلاند. هذاك المبلغ فيه مبلغ العمليه 2.30. كتجي هنا كنهبطوا لتحت في هذا المكان، كنقلبوا على 2.03 2.6، اذا 2.30. لاحظوا معي 2.30. بعد ذلك كنبرك او كنقر على هذا الاختيار. اذا هذه الفلوس هذه 2.30 او 20، شوف انت شنو هي الفلوس اللي توصلتي بها. بعد ما كنعمل 2.30 كنعمل في هذا المكان تحقق او تحقق. إذا بعد ما كنعمل تحقق، لاحظوا معي تم التحقق من حسابك المصرفي، أصبح حسابك المصرفي في 46 جاهزا للاستخدام. إذا كنتمنى الأمور سهلة وواضحة، كنعملوا إثبات الملكية لحساب الأدسنس بعد ما نربطوا الحساب البنكي في الأول مع الأدسنس، باش كنتوصلوا بذاك المبلغ، باش حتى الفريق ديال الأدسنس كيتأكد بأنك أنت هو صاحب الأدسنس. فهذه الخطوة كنعمل حسنا. إذا بعد ما عملت في هذا المكان حسنا، لاحظوا معي بعد ما عملنا كيف ما قلت لكم في البدايه، عملنا تواصلنا بالبين كود، عملنا اثبات الملكيه، تبقى الخطوه الثانيه هو ربط الحساب ربط الحساب البنكي مع الادسنس، باش كيجينا داك المبلغ. هذاك المبلغ هو جانا. كتبقى لنا اخر خطوه هي الضريبه. الضريبه لازم نعملوها باش يمكن لنا دوك الارباح تدوز مباشره الى الحساب البنكي. هنا عندي انا مثلا في هذه القناه 777 درهم، فقط تقريبا 100 درهم، والارباح مباشره تدوز للحساب البنكي، ولكن حتى نعملوا المعلومات الضريبيه. بالنسبه للفيديو ديال المعلومات الضريبيه، راني شرحت على قناه اكرم المعلوميات بالاستماره ضريبه اليوتيوب 2023. إذا كنتمنى هالشرحين الإعجاب ديالكم، ما تنساوش الاشتراك في القناة أكرم المعلوميات، وأي مشكلة عندكم في القناة يمكن ليكم تزوروا قناة أكرم المعلوميات، راه فيها جميع الشروحات الحصرية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.